أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم والرب يحفظكم، آمين. أعزائي أخواني وأخواتي، أدعوكم وأسأل قلوبكم وأرواحكم وأفكاركم، أدعوكم من أجل أن نصلي لكل إنسان يعاني من أي مرض. نريد أن نقول إننا عائلة واحدة، هذه هي الحقيقة، وهذه الحقيقة لا تتغير. لا يهم من أي بلد أو من أي طائفة أنت أو أنت، لا يهم من أي معتقد أنت أو أنت، تربطنا روح واحدة هي روح الله، ويربطنا مصير واحد هو مصير الله. يهودي، مسيحي، مسلم، عربي، كردي، تركي، هندوسي، ياباني، صيني، يعبد حجر، ملحد، علماني، أي إيمان لديه من أي طائفة يأتي، كلنا أبناء الله، كلنا. الله يحب أبناءه، وحب الله لأبنائه حبا غير محدود. الله يحب جميع البشر، الله يحيط البشر بحنانه وبجماله وبحكمته. أيضا نقول لو لديكم أي حاجة للصلاة من أجلها ممكن أن تكتبوا لنا. دعونا نصلي. نصلي وباسم الإله المقدس وباسم ملائكة السماء والأرض وباسم كل القديسين، نصلي من أجل كل إنسان يعاني من أي مرض، والآن الرب يلمس كل المرضى ويرفعهم من الوهم ويعيشون الصحة العظيمة والقوة العظيمة والجمال العظيم والحب العظيم. يا أبناء الله، استلموا أينما تكونوا الآن صحة الله ومحبة الله وقوة الله. انهضوا، أنتم الآن بصحة عظيمة. ضوء الله يخترق كل خلية من خلايا أجسامكم. تمتلكون الآن أجسام جديدة، عظام جديدة، عضلات جديدة، خلايا جديدة. كل خلية من خلايا أجسامكم تحيطها وتخترقها محبة وضوء الله. أنتم أقوياء، أنتم بصحة عظيمة غير محدودة. أرواحكم هي روح الله، صحتكم هي صحة الله، حياتكم هي حياة الله، وأجسامكم هي أجسام الله. تعيشون وباسم الإله العظيم، تعيشون القوة العظيمة والصحة العظيمة والفرح العظيم والسعادة العظيمة، آمين يا رب. نشكركم أخواني وأخواتي على مشاركتكم للصلاة معنا من أجل الإنسانية. الرب يبارككم ونراكم في فيديوهات أخرى.